وإياكم من العائدين فائزين بالقبول بعمل مولد رسول الله على رأس إن شاء الله الشيخ عبد الرحمن البخاري الشيخ أبو بكر الله يوقع البركة فيه ويطول عمره ويخليه كربه والجميع إن شاء الله إلى الحج إن شاء الله إلى حج بيت الله الحرام إن شاء الله جميعا على يد الشيخ ويذكر الله هذا هو الجواب من الله سبحانه وتعالى يغسلنا ويغسل ذنوبنا جميعا ان شاء الله والحضور كله ان شاء الله في البركة ان شاء الله وشيخ ابو بكر وعلماء غير الله وعلماء مكة وعلماء الهند وعلماء كل العلماء الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله انا بركة في الشيخ ابو بكر الان ولقدكم الذكر الذي عن ابو عن والدي اخذته لا اله الا الله ونبش عدد ما وسعه علم الله والحمد لله.